طيب اجتماع يوم الخميس المقبل بين مارسيل كولر ولجنة الكرة وشركة الكرة سوف يتضمن ايضا موضوع مهم جدا، وهو مصير لاعيبة النادي الاهلي اللي بتنتهي تعاقداتهم في نهاية هذا الموسم. يعملوا معهم ايه في يناير؟ يجددوا لهم؟ محتاج لسه يشوفهم؟ محتاج يحكم عليهم؟ من هؤلاء اللاعبين الاربعة اللي هم محل كلام مهم عند مارسيل كولر، هما اول واحد فيهم ياسر ابراهيم باذن الله تعالى لعيب مهم ولعيب مؤثر، وهينزل الملعب في يوم الاربعاء المقبل في مباراه النادي الاهلي مع الداخليه، لان محمد عمالم الف سلامه عليك يا منعم، الف مليون سلامه عليك، عمل عمليه الانف النهارده، الاعوجاج اللي في الانف والكسر اللي في الانف. بشكر صلاح حلواني، الف شكر ابو صلاح على دعمك لنا بالنجوم. عمل عمليه، ومن الجميل ايضا ان راح له امام عاشور. انا بحب اللفتات الانسانيه دي جدا جدا جدا. امام عاشور اهو لعيب اتعلم من خطأه مع كابتن وليد سليمان في السوبر الماضي، اهو يعني حاجه، يعني ده احنا عايزين الروح الرياضيه والاخلاقيات دي اللي تسود وبين لاعبتنا، وسيبوكوا بقى يعني من اي حاجه تانية. وده هو منعم مع ست الحبايب والوالد الغالي، مع ست الحبايب والوالد الغالي بعد العمليه. فمنعم هيغيب وهيلعب ياسر ابراهيم. هيغيب كام؟ هيغيب من 3 اسابيع لاربعه، لكن بمجرد كده تلاقيه في التدريبات وبيعمل بدني، وارد المسافه تبقى قليله نتيجه ان هو يعني يقدر يعمل بدني وكده بغض النظر عن مشاركه في المباراه، وارد يلبس ماسك ويشارك في المباريات وهكذا يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه في هذا. فياسر ابراهيم من العناصر المهمه اللي بيعتمد اللي هيعتمد عليها كولر. هيبقى عنده مين بره؟ عنده بره رامي ربيعه وايمن قش، رامي ربيعه وايمن قش هيبقى موجودين بره معاه. لكن ياسر ابراهيم محتاجين الحكم عليه، النادي الاهلي عاوزه ومستمر، ولاعيب دولي ولاعيب مهم ولاعيب مؤثر، ومش لعيب يعني كده، لا ده لعيب من القوام الاساسي لفرقه النادي الاهلي، لعيب يمتلك قلب اسد في الشكل الدفاعي مميز للغايه، ضربات الراس عنده متقنه، وكم اسعد جماهير النادي الاهلي بالزياده للامام وبهز شباك الفريق المنافس. فياسر ابراهيم من الناس اللي الراجل هيقول رايه فيها ايه؟ عاوزها تعمل ايه؟ عاوزها تسوي ايه؟ حاجات بالشكل ده. فده هنشوفه في مع مستر مارسيل كولر في اجتماعه المهم جدا 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 مع شركه الكوره ولجنه الكوره وكابتن حسام غالي اللي هو مساعد المشرف العام على كره القدم. لكن الكابتن محمود الخطيب لن يحضر هذا الاجتماع لانه هيكون في فرنسا، هيكون في فرنسا. طيب بشكر الاستاذ احمد الاباصيري، الف شكر يا ابو حميد على دعمك لنا بالنجوم، الف شكر يا حبيب قلب، الف شكر الف شكر الف شكر يا غالي. طيب اللعيب الثاني اللي العين عليه والكلام كتير عليه والزمالك عينه عليه هو الكابتن حسين الشحات. كابتن حسين الشحات نجم كبير ونجم مهم ونجم مؤثر وبيمتلك قدرات فنيه عاليه، وبره حسابات الخواجه، بره حسابات الخواجه، شارك في احدى المباريات ما قدمش اوراق اعتماده اللي هي تخلي الناس او الخواجه متمسك بيه، بدليل انه بيفضل كريم فؤاد عليه في الحته اليمين، وكريم فؤاد نزل وعملها في محمد عواد، محمد عواد اللي مازال يعني انا شايفه نجم المباراه الاول نادي الزمالك، انقذ الزمالك من هزيمه ثقيله في مباراه السوبر. فياسر ابراهيم وحسين الشحات من الاثنين دول في صداع كبير جدا حواليهم، لان هم مطلوبين من انديه كبير، من فيوتشر ومن بيراميدز ومن الزمالك، حاجات بالشكل ده. وبتوع الزمالك بيلعبوا في ودانهم بغض النظر هياخدوهم ولا مش هياخدوهم، لكن هذا الثنائي وهذا الثنائي معاه ايضا محمد هاني ومعاهم رامي ربيعه. محمد هاني ورامي ربيعه. فالخواجه هيقول رايه ايه في الرباعي ده؟ وهيحدد المعارين في انتقالات يناير. يقول مين اللي يعار بنسبه 100%؟ مين اللي شايفه يعار بنسبه 50%؟ لانه بيحب العدد المحدود وبيحب يعتمد على اللاعبين صغار السن. رأفت خليل ده هتلاقيه في الحته الشمال واخد فرصه في الايام اللي جايه وفي المرحله اللي جايه، فبالتالي الراجل هيقول رايه في هذا الرباعي. عاوز الرباعي ده يجدد ما يجددش، من يطلع اعاره يجدد، خلاص هو كون راي عنهم، هو مش عاوزهم فيسوفوا معاهم الى
نهايه الموسم يعني، ده هيقول رايه بكل. بنقول تاني الرباعي كابتن ياسر ابراهيم قلب الدفاع، كابتن حسين الشحات الهاف رايت، محمد هاني الباك رايت، وغالبا هيجدد محمد هاني، ومحدش يربط تاني محمد هاني بحسام غالي. قلت لكم قبل كده الموضوع ده انتهى، ما بقاش موجود اصلا، وزيه زي باقي زمايله. ورامي ربيعه قلب الدفاع ايضا اللي موجود واللي ما حصلش على فرصه طوال الاونه القليله الماضيه. طيب اقدر اقول لك لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.